السلام عليكم ومرحبا بكم في طول شو رمضاني اليومي والمباشر الساعة قبل الفطور. احنا في حلقة سعود وحنا يا مباشرة من البلاطو الرباط باش نقدم لكم الجديد واحد الفقرات اللي غادي تنال إعجاب ديالكم إن شاء الله بحضور لي كرونيكور لي كرونيكوز اللي دائما حاضرين وموجودين ومستعدين معنا اليوم. يسار شكرا خويا أسامة، مساء النور عليكم وجمعة مباركة وصيام مقبول إن شاء الله. معنا كذلك كوتش حسنة. شكرا أسامة، مرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عندنا وصيام مقبول. بلا ما نساو أنس يقين. شكرا أسامة، صيام مقبول ونهاركم مبروك. معنا كذلك بلا ما نساو رشيد رفيق حتى هو حاضر. ميرسي أسامة جو فوزون بخي. تبارك الله عليك وتبارك الله على الحميمر. بارك الله فيك. واش دير ديما الالوان مع الاشواش ضروري. جمعه مباركه علينا وعلى المشاهدين ديالنا. اليوم الفنانه والاعلاميه الضيفه ديال الحلقه هي الزجاله الفاعله الجمعويه ومقدمه البرامج نهاد بن عقيده، مرحبا بك. شكرا اسامه وشكرا الفريق ديال ساعه قبل الفطور وجمعه مباركه للمشاهدين الكرام ورمضان كريم. مبروك عواشرك. الله يبارك فيك الصحه والسلامه. باش ما تمنيتي ان شاء الله. كيفاش كدوزي الاجواء ديال رمضان عندك انت يا نهاد؟ بحال كاع المغاربه بحال كاع الناس، شويه ديال المارشي في الصباح وشويه ديال التقديه والدار وشويه ديال الكوزينه، ماشي بزاف كاين شويه ديال شويه على برا شويه في الدار. خصوصا يعني انا في رمضان دابا عطله من قصه الناس، عطله من بزاف ديال الشغالات والالتزامات، دابا جالسه في الدار زعما مولات الدار جالسه زعما بعقلي في داري. تبارك الله عليك. اول مره لاحظت واحد الحاجه، اول مره تجلس. انا علين 600 حلقه في قصه الناس ديما هذيك هي بلاصتي زعما راه جاتني دابا بشي شكل دابا اللي جالسه وداك الشيء جاتني بشكل. والله الا كنقول انا شحال من يمكن حيد لك السي راشد. لا 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 انا تنعطيك سر وانا واقفه دابا جالسه معاك. كتعياش وانت واقفه؟ لا هو لا بغينا نقول العيا تنعيا ما يمكنش ما تنعياش لانه تنصور جوج حلقات في النهار، حلقه فيها 60 دقيقه 50 دقيقه كلها، هذه وقفه زعما ما تتحرك، خصوصا المخرج كيدير لي واحد الكروات يقول لي ما تدوري لا هكذا ولا هكذا. هذه البلاصه. ولكن اسامه قلتي بحال الاستاذه واقفه على شغلها. انا واقفه على راسي، انا ماشي بحالكم جالسه، انا واقفه انتم مرتاحين. نوقفوا ان شاء الله. توقفوا ان شاء الله. ماشي وقيفه من بعد هذا سميتو. لا مزيان نجربوا الخدمه واقفين تعطي اكثر. نهاد بن عقيده انت يا تبارك الله القلب الكبير، دائما كتبغي تعاوني وكديري الخير بزاف، ولكن واش الناس كيرجعوا لك هادشي؟ لا هو الواحد ملي تيعطي ما تيتسناش ياخذ، حيت انا بغينا نبقاو نديروا المعادلات والحسابات، اعطيني نعطيك ما غنمشيش. شويه عاوتاني ماشي. انا الحمد لله هادشي اللي كاينه فيه الان هو الكادو ديال الله سبحانه وتعالى، ويمكن داكشي اللي كندير مع الناس من شحال من عام هذه قبل ما نكون في ميديا ولا نكون في الحياه بشكل عام، تنعتبره هو الهديه الربانيه دابا اللي كتجيني، المحبه ديال الناس في الشارع الحمد لله. قصد الناس لقات واحد شعبيه كبيره في المغرب وخارج المغرب، المحبه ديال الناس الحمد لله، كوني يوميا مع المغاربه كندخل ديورهم في الخمسه وفي الثمانيه وفي 12 اللي كنتعاود ثلاثه المرات المغاربه كيشوفوني. هذا هو داكشي اللي عطيت انا كناخذه، انا كنجني الفاكهه ديال الخدمه ديالي الحمد لله. مؤخرا قسم بينا ما كامله شي سيمانه واحد السيده تلاقات معايا قالت لي عطيني النمره ديال نهاد، راه شي ناس داو لي الورث وبغيت تردوا لي. من انا قاضي. لا انا عندي النمره وكانت عندي غير انا عرفتي كاع المشاكل تيلجؤوا لي الناس، الورث المرض طلاق جواج زعما سخانه كيعيط لها زعما انا فيا كاع التخصصات زعما، ولكن هذه ثقه. هذه ثقه من عند الناس في الحقيقه ومحبه الحمد لله. على ذكر المشاكل قلتي مؤخرا في هذاك الحوار ديال 8 مارس انه انت يا تلمو عزيز عليك تعاوني، مستعده تلاحي في العافيه مع بنادم باش تعاوني في المشاكل ديالو ويلقى حل، ولكن بكثره الحالات بكثره المشاكل بكثره الهموم واش ما كتولدش عندك واحد المناعه؟ ما كتبقايش تشعري بداك الهموم بما فيه الكفايه؟ لا فهمتي السؤال؟ فهمتك السؤال، والسؤال كيتطرح عليا دائما، تيقول لي زعما بحال داك الطبيب باش يدخل يجرح ما تيبقاش يحس، واخا يشوف الدم واخا يشوف اللي كان ما تيبقاش يحس. لا كيحس، والا ما كانش يؤدي الخدمه ديالته على احسن وجه. كل حاله تنعطيها حقها واكثر من حقها في التعامل معها في التناول معها. يمكن الناس كيعرفوني هنا في قصه الناس ميديا، ولكن تيعرفوني ايضا في الراديو
في الراديو واحد البرنامج اللي كنديروا في ام اف ام وتحيه للطاقم ديال ام اف ام. كان تنتلاحوا مع الناس فعلا في العافيه، انا ماشي زعما العافيه هي كنقولوها هضره، راه فعلا كتلاحوا مع الناس في المحن في الحبسات في العافيه في بزاف الحاجات، وما عمر ما تربات عندي المناعه، مازال تنبكي مع الناس وتنحس مع الناس وكنعاون الناس ونحزر على الناس ونطلب على الناس وما عندي حتى شي مشكل. كدي معاك المشاكل للدار؟ المشاكل لا لا، هذه القضيه في الحقيقه ما تنديش معايا المشاكل للدار. حيت الا مشيت للدار عاوتاني عندي مشاكل واحده اخرى في الدار، عندي بناتي، عندي بنتي الصغيره، عندي بنت مراهقه، عندي انا ارمله كيعرفوني الناس، عندي حياه اخرى، عندي مشاكل تيبقاو في الخدمه وفاش كنمشي كنت شفت ناسي واحد الحاجه في البرنامج عندك كثرت الهم كتضحك بعد ما كثرت ما كاين اللوم كتخرج شي حاجه شي تنضحكوا كلشي قص الناس كلشي اللي كتخيل ديال الانفعالات وديال الاحاسيس وديال الضحك وديال طاح وشي مره يطيح لك مكانه طاح ليا من اليد خاصه كنت خدام ويلي لك ولي تعرف شي واحد لابوش الراي ديالك ما عمرنا ما سمعنا الراي ديالك من بعد ذاك الحوار اللي جرى مع كنت خدام كون جيت زعما هذاك السيد بهذيك البراءة اللي عطاه الله، أنا تيبان لي بزاف الناس تيقول واقيلا هذا واقيلا هذا مفروح لا لا هو هكاك ديال الطبيعة ديالو هو أحسن منا كاملين حيت هو حافظ على الدخلاني ديالو ما مزوق ما كاين لا ما كاين حنا راه كنصنعوا شي شوية هو كيما خلقه الله كيما باقي هو ما تيزوق ما تينافق ما والو كنقولوا هذيك لا راس قليلة تصور أنه هو ما والديه حتى الفيل ما مساليش يقلب عليهم ما ماشي لو دابا دابا على الوالد ديالو الالتزام بالخدمة هو خدام تيشد الكونجي والكونجي إلا ما شدوش من 20 عام ما يقلبش على والديه زعما هذاك كان قال لك كون ما مشيتيش يقلب على الوالده ديالو كون ما جاش لقصر الناس قال لك كنت خدام ولكن لقاها فينامون لقاها حيت حنا درنا قصته من بعد ولقاها ولكن المشكل عاوتاني خوه يكمل لك شي مشكل انت انت ولا شي حاجه لا خويا كتهضر خوه ما شافش امه من بعد 20 عام حيت هو خدام كتعقلي على القصص كامله كتعقليش عليهم كاملين ما يمكنش ما يمكنش نعقل على كاملين ولكن كاينين شي ناس اللي دازوا ما عمري ما نساهم زعما داروا البصمه في الذاكره ديالي وفي قلبي ولكن تنعرف زعما الناس كلهم تعقل عليهم شي وحدين منهم انا منهم هذاك ديال اللي دوى على المخدرات دوى على الحشيش هذاك اول واحد لا هذاك عاوتاني بحكم التداول في الواتساب ولكن كاين شي ناس كيتشهروا بالواتساب بالفيسبوك باليوتيوب لا انا كنهضر على الناس كلهم قصص مؤثره نقول لك علينا 4000 واحد داز هنا كان في هذه البلاصه هذه في هذا البلاطو هذا انت يوميا كيدوزوا اربعه لا تيدوزو 8 تيدوزو 8 حلقات في النهار علينا 4000 واحد سمعت القصه ديالو نكون عاقل على شي 2000 2000 اخرى 50% راه بخير 2000 كنا عاقل على دابا انت شنو هما المتنفسات ديالك او شنو هما فوق الفراغ شنو كديري مشاعر من غير الزاجل رانا نهضروا على الزاجل من غير الزاجل واش كديري الجولف الشوبينغ السباحه شنو لا الرياضه ما تهضرش عليها ضروريه لا ما لا هذيك هي اللي ما عنديش انا كاع في الحياه الويكاند شويه شي حاجه لا لا هذيك ما تنهضرش الرياضه ما تهضرش المشي وديك الشيء والو ما عندكش لا علاقه ما عندكش نهائيا انت شو اش من رياضه كاين اللي كيجي كيعاود لك مشكل كيجي في الوزن ديالي لا انا ما انا ما عنديش مع الرياضه ما تنحملش الرياضه وداك الشيء من بكري من الصغر من الكوتش تكون عارف هذه القضيه انسان تيتبرمج بزاف الحاجات في حياته ولكن كان شويه لاستيك فاش كنت ندير لاستيك وداك الشيء كنت ضعيفه وكنت صغيره ولكن من لا لا المتنفس الوحيد اللي عندي هو تنقرا وتنكتب تنكتب اما مع مجلات اما والراديو خلاص هو المتنفس كبير عندي في على اثر الراديو اسمحوا لي بين قوسين مؤخرا كنا كنسمع واحد البرنامج انا والاخ ديالي يسار واحد الكوتش تما عيطت لي واحد السيده قالت لي راه عندي مشكل مع بنتي راه ما تدخلش ليا بكري لا لا بنتك خصك ديري هذا لا لا صيريها صيريها ما تخليهاش تخرج وخصك تفرضي عليها شويه عيطات البنت قالت لي هذا الدار ما تيخليونيش نخرج قال لي لا خصك تفرضي الوجوه يعني مع اللي ما عيط ليه معاه ماشي يلاه قلتي مع الطباخ نبقاو حنا معاكم نبقاو حنا معاكم يسار ورشيد وندوزو من الحبه قبه شنو فيها الحبه اليوم هي الحبه عامره وديما مؤخرا باش نوضحوا للناس بعدا الجمهور الكريم هاد المواضيع اللي كنلتجئوا اليوم وكنناقشوهم في هاد الساعه قبل الفطور مواضيع ديجا دارت البوز البوز اللي ما فهمهاش يشرحها لكم البوز اللي ما فهمهاش شي واحد البوز هي يشوها
بحال قلتي ضجه بوم باق بربلاق درو ما علينا ولينا كنسمعوا بزاف عطيني وراها شي حاجه عطيني ديما كتجي مورا نشوفوا 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 باغا الماكي باغا البان اليوم زوينه اش هاد الغناء ديال عطيني صاكي واش هما كدوخو ولا مالكم راه المدام ديالي قالت لي عطيني صاكي عطيت الصاك فيه البرا ديالو صيفطها على طرف الدار حشمنا كاع نوليو نجيو الحمام ولي تجيب معايا الشاكوش عطيني صاكي ولا سير سيري سكن الكريساج هذا وا سيدي من نهار خرج داك الديسك تاع عطيني صاكي وتتكون في الكلساتون سونتري مع راسك ويجي بنادم ما عرفك طالع لك الدم ما عرف عندك الجراري ويجي بنادم مستشفى يقول لك عطيني صاكي خذ في الدمش ديالك لهنا من الصاك خويا داكشي ديال عطيني صاكي باغا نطاقي ولا باغا نشاطي ولا باغا نوانطي خاطيني كيعجبني موسكير كيقول لك دير صاكي في كتافي ودير صاكي في كتافي كيعرف بحق الرجاله وما تخليش البنادم منين يشدك عطيني صاكي وفي الاخر ديال الديسك ديالك تقولي عارفه حدود الهندور باكستان بالنسبه للديسك ديال عطيني صاكي اش غنقول لك حنا ماشي نقاد بعدا انا بعدا ما كنفهمش الموسيقى باش غنقول لك الايقاعات ولا شي حاجه انا كنعرف واحد الديسك تعرف سمعو بنادم مشى مزيان يعني بين قوسين اي حاجه كدير ضجه وكتخلي الصغير والكبير كيدوي عليها وانما هي مزيانه راه هو بغيت نقول يعني الفنانه ديالنا الداودي اللي كانت كتسمع لينا دابا واللي فان ديالي يعني ما تقلقش راه هذا الشيء كيوقع في اجمل البلدان وفي احسن العائلات عرفتي اي واحد الحاجه عرفتي كنا مؤخرا انا والرشيد في مراكش كانت عندنا واحد الصواري وما يطلقوا الديسك ديال عطيني صاكي طلقوه عرفتي رجاله كبار موستاج ومنيد كيشطح على عطيني صاكي قلت ليه شوف 100% كاينين هنا واحد العشرين اللي منتقدين ومكومونتين اكيد المهم انا ما كنفهمش الموسيقى نهائيا فقط ما كنفهمش الموسيقى ديسك زوين راه وليتو كتسمعوا في اشهار كتشوفوا في اشهار يعني كتشوفوا مع الفطور قبل ما كتفطر كتسمع عطيني صاكي ما كانش عاجبناش الموضوع ديال عطيني صاكي كيهمك بواحد الطريقه غير مباشره لان نهاد بن عقيده ما شف ما عرفش واش شفتي واحد الفيديو لا فيه عطيني صاكي باللقطات والهضره ديالك غادي نكتشفوا وتعطينا التعليق عليه من بعد عطيني صاكي باغا نعطي باغا نبان اليوم زوينه شعر شعر كر احمر حتى موك الرنينه عطيني صاكي باغا نعطي باغا نبان اليوم زوينه شعر شعر كر احمر حتى موك الرنينه ندير حاله في رجاله كلشي موت يعني مزاله ندير حاله في رجاله كلشي موت يعني مزاله نمره عافاك نقدر نهار تبارك الله على زكريا 36 هو اللي دار هذه الخدمه تعليق نهاد بن عقيله انا نهار شفت هذا الفيديو هذا زعما الحاجه اللي تات الانتباه ديالي هي الخدمه ديال تاد الاول لانه صحيح. هو بغض النظر على الاغنيه حيت بزاف الحاجات ما يتقال عليها ولا الطريقه باش خدمها وهذيك عطاني صاكي اللي فعلا انا قلتها هذه كانت واحد السيده اللي كانت حاضره معايا هنا في هذه البلاصه وكانت تصاوب واحد النوع ديال السيكان وانا باش نشجعها هي كانت كفوفه وباش نشجعها وباش نعطي اهميه لهذاك المواد اللي كتصاوب قلت لها غنشري منك صاك قدام الناس وتشاطرت انا وياها وقالت لي 250 درهم وخلصتها وقلت لها في الاخر عطيني صاكي من تماك جات الفكره هو شد هذيك عطيني صاكي ومن بعد بنى عليها ولكن برافو على ريميكس 36 حتى هو كان واحد من الضيوف ديالي هنا في قصه زكريا الناس زكريا زعما الخدمه ديالته وماشي غير معايا مع كاع الفنانين والاعلاميين انت مازال ما لا لا كاين شي حاجه في جينيرال نيوز ما هو مازال يكون تعاملات هو كلشي تيدوز لا تبارك الله عليك ما تقلقتيش اذا انت شي شويه انا ما تنتقلقش من بزاف تاع الحاجات اللي كينوض عليهم الصداع وهذا لان كنقول حنا كنعيشوا واحد الحركيه في المجتمع ديالنا وفي التحولات
غير حنا ما واجدينش باش نستقبلوا هاد التحولات اللي كتوقع في العالم. حنا دابا بغينا نهزوا التليفونات اخر ما كان والتكنولوجيا اخر ما كاين، ولكن ملي كتوقع شي حاجه ما كيعجبناش الحال. لا راه منين حلينا الباب باش نستقبلوا ايوا كون قاد انا شي زعما هذه فكرتي المتواضعه. كنحرقوا المراحل، المغاربه دغيا كيوصل 10 ما كيديرش واحد اثنان ثلاثه 10 سمارت فون. لا اله الا الله بالصبر. واش شكرا تبارك الله. كتكتب سكتشات طباشير انت؟ غادي ندوزوا لواحد الفقره. لا طباشير اش من فقره غدوز. انا واحد القناش شد واحد الفيديو اليوم، شوفوا الفيديو. صافتيني انا باباراتي. لا قبيله فاش بغيتو تتقداو انا باركن فيلمي فيكم ما عرفتش شكونش. بعدا قلتوا لي انا جايين ومشيتو بديتو كتقداو في السويهله والفطور كاين هنا في ميدي امني كنساليو غادي مقصرين وين غير. الانسان تيكون صايمتي بديت شهر تيبدا. لا اللي خصكم تعرفوا على اسامه بن جلول، واحد الانسان يعني بلدي زيد عليه البلاد، يعني كيتم دايس كيقول لك شو دلع تبارك الله هذا العام كيدير. السوق السوق ولد السوق ما يهزش معكم حتى الصرف حيت كتبان لي بجوجكم كتقلبوا في هذا. لا تبارك الله انا قلت له نخلص، قال لي لا ما تخلصش هو اللي باغي يخلص. قلت له انا كيلو، قال لي لا جوج كيلو. انا خديت هذيك الحرشه واخد الملسه. على ذكر الخير والله كثير من الخير، ندوز للفقره المواليه مع الفنان سعيد باي واللي هي خيرك ما ننسى. اهلا اسامه. اولا رمضان مبارك سعيد لكل المشاهدين ديالنا اللي تيشوفوا. بغيت غير نقول لك باننا حنا تنتواجدوا هنا في مؤسسه الحياه للتاهيل الاجتماعي، اللي عندنا واحد الحاله ديال السي عبد العزيز اللي هي واحد الحاله اجتماعيه القصه ديالها مؤثره جدا. ممكن تتبعوني ندخلوا تشوفوا. هو معايا عملنا هنا. السلام عليكم. شكون هو السي عبد العزيز؟ السي عبد العزيز؟ اهلا وسهلا. مرحبا. بارك الله فيك. لاباس؟ بخير. كيف دايرين؟ الله يطول لينا عمرك. بخير. الله يجازيك بخير. لاباس. الله يطول لينا عمرك. السي عبد العزيز شفت الروبورتاج ديالك وبغيتك تزيد تكلم انت للمشاهدين على شنو استفدتي من هذه المؤسسة. الحياة ديالي كنت تنخدم غير كيف حالكم في جزرة داير بيدية. وخا تنفهم شوية وخا، ولكن تنخدم غير بيدية، نهار هنا نهار هنا، نقاس هو اللي كان عندي. اتصلت بهذ الجمعيات هما اللي دعموني وداك الشيء، الله يجازيهم بخير، ما طلبوا لي حتى حاجة. الا يمكن ما عرفتش تصويت لاكارتو، يمكن هذاك الشيء هما اللي طلبوا لي صافي. دابا في الجمعية بديت نعلم الدراري هادو اللي حتى كاين دراري باقي ما تيعرفوش تحطو في جردة ما عرفت حتى شي حاجة ما يدير فيها. وبدينا كنعلمهم شوية بشوية. هاد الأرض هادي راه كان ما فيها والو، كانت غير حمراء. حنا بديناهم كيغرسوا كازو شوية نوار شوية، هما بداو تبارك الله تيتعلموا دابا. السلام عليكم سي هشام. لاباس الله يبارك فيك. شي هضره زعما ها هو قدامك. مرحبا. قول له داك الشيء اللي بغيتي تقول له. الله يجازيك بخير اسي هشام. شكرا. انت اللي وقفتي معنا وكما كنتيش انت راه ما غاديش نعطيك الواجب. لهذا الشيء هذا. ولكن تتبدلوا حياه ديال الاشخاص، تتبدلوا الحياه ديالهم، الطريقه ديال العيش ديالهم، كيفاش يوليو يندمجوا في الحياه. عندنا اكثر من 5500 مستفيد اللي استفدوا من الخدمات ديالهم، اللي منهم عزيز اللي كان استفد من التكوين ثم من التجهيزات، واليوم هو كيشتغل كمؤثر ديال واحد 50 ديال الشباب اللي ما في المجال ديال البستانه، واللي بدورهم غادي يحصلوا على تجهيزات وغادي حتى هما يوجهوا سوق الشغل. ها انتم ما بيناتكم، وانا غنقول لك اسامه باننا غنخليهم هما بيناتهم وغنمشيو نشوفوا شي حاله اخرى. الى اللقاء.
شكرا بزاف الفنان سعيد باي، شكرا لهشام معروف اللي كان حاضر توا في هذه الفقره، وهذه الفقره هي مهمه بزاف لانها كنشكروا من خلالها الناس اللي عاونونا واللي كانت عندهم بصمه في الحياه ديالنا. ياك كوتش؟ اكيد اسامه، اللي بغي نشير ليه هو انه اغلب الاسر المغربيه كتعيش من مهن باقا ما مأطراش، في حين انه الا تم تأطير هاد المهن ومثلا امداد الناس بهاد المواد اللي كيحتاجوها، فاكيد حتى المجتمع غادي يستافد، لانه هاد الشخص ملي ولاو عنده الامكانيات راه كون 50 شخص اخر، يعني كيكون الربح على الفرد وعلى المجتمع. غادي نديروا واحد الاستراحه وغادي نسلموا على يسار قبل ما جبتي شي كلمه. يلا انا اليوم بعدا بغيت نقول واحد الحاجه، ان كتعجبني هاد الاستاذه نواد بن عقيد، عندك جوج هي والاستاذه اللي كتقدم بدون حرج، كيجوني بحال خالتي وخالتي الاخرى، والله ما نكذب، وعزيز على المغاربه كاملين ماشي غير عليا انا. شكرا الناس اللي كنبغيهم، انا كنبغي نوجه لهم ميساج. برافو عليك، شكرا بارك الله، شكرا يلا الله يعاونك. خاصك شي حاجه؟ غدشي باسبور ولا شي لعيبه؟ عندي فلوس ترونسبور. يلا تبارك الله، يلا الله يعاونك. حنا خليكم معنا، مازال اجواء ممتعه في الجزء الثاني، فاصل ومن بعد نواصل. مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من طول شو رمضان اليومي والمباشر، الساعة قبل الفطور. دائما معنا كوش حسنة، معنا أنس ياقين، معنا راشد رفيق. الضيفة ديال اليوم هي الإعلامية مقدمة البرامج نهاد بن عقيدة، وخلطت علينا فازو فاطمة الزهراء اللي غادي تقدم لنا الفقرة ديالها من دابا شوية. صافا فازو؟ طوبا بيان الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. طوبا بيان، سميت واحد الكوال عرفتي؟ واحد الكوال اللي ما كنهضروش عليه بزاف في رمضان، واخا المهم. نواد بن عقيدة، واحد النهار كنتي في الراديو كتقدمي البرنامج ديالك ياك، وصلك واحد الميساج، والميساج فيه كنتي مريضة شوية، الميساج فيه تكايس على صوتك. ماشي. ما عقلتيش. الوالدة ديالك واحد النهار كتبات لك تكايسي على صوتك. بنتي صيفطت لي الميساج. البنت ديالك. بنتي صيفطت لي الميساج، قالت لي راه الوالدة قالت لك حاولي على راسك بحال هكذا. كنت نبكي وعرفتي مع الناس ومتأثرة، حاولي على راسك وهذا. قلت لها ما، وفي الراديو جاوبتها قلت لها ما نحاولش، ما شوفش ولي ما تقولوش انا اصلا متوترة وتتقول لي حاولي على راسك، ما عجبنيش الحال. الوالدة ديالي راه في فرنسا مسكينة ما كتصومش معنا، تحية ليها. تحية ليها. واش تعقلي على الحالة ديال رشيد الشهبوني؟ ما عمري ما غننسى رشيد الشهبوني، لأنها كانت حالة استثنائية في حياتي كلها، في الخدمة ديالتي كلها. الله يرحمه ويوسع عليه، دابا راه تشوك لي لحمي فاش تنتفكر رشيد الشهبوني والعائله ديالته في الحسيمه، وخالو سي عبد الاله المنصوري. 120 مليون 150 مليون كان محتاج رشيد الشهبوني، 147 150 مليون مع تنحسبوا حتى مصاريف التنقل لخارج ارض الوطن، عليه 150 مليون كان محتاج رشيد الشهبوني. في ساعه ديال المكانه المغاربه من المغرب كامل كيوصلوا ل 120 مليون المغاربه في ساعه المكانه، ماشي في يومين ولا 10 ايام، ولا في ساعه المكانه كتبدا من 20 درهم حتى ل 2 مليون 10 مليون 7 مليون. والاكبر من هذا الشيء كله اللي كان استثنائي ايضا، هو اننا من بعد ما جمعنا 120 مليون، سيدنا الله ينصرو كيتصل بالعائله ديال رشيد الشهبوني، تيقول لهم انا غنتكلف بالمصاريف ديال داك ديال رشيد. وفعلا الحمد لله تعطى التعليمات صاحب الجلاله الله ينصرو انه هو يتكلف بالمصاريف ديال رشيد، ومشى رشيد لتركيا باش يدير، ولكن ما كملش الله توفى. وهذيك 120 مليون اللي كانت دخلات في الحساب البنكي ديال العائله ديال رشيد الشهبوني، من بعد كيتصلوا بنا الصباح اللي مات فيه رشيد، كيتصلوا بنا تيقولوا لنا عطونا الحالات اللي عندكم باش هذاك الشيء تحول مباشره للحساب ديال الحالات الاخرى. 15 حاله اللي هو مات ودوك الفلوس رجعوا لهم، منهم واحد الوليد اللي كانت عنده 9 بحالي لانه زعما شي حاجه استثنائيه وقعت في اذاعه ام اف ام في التدخل ديال صاحب الجلاله الله ينصرو، كنحس به وسام شرف في الحقيقه. انه انا قلت له واش كيسمع الراديو؟ انا بعدا قلت له استثناء كيسمع الراديو، زعما سمعني في الراديو، زعما حيت زعما تجي شي حاجه مفخره وشرف وتشريف بالنسبه لي ماشي. وكان بزاف حقيقه ديال الحالات اللي كانوا دخلوا فيهم ناس من خارج المغرب. دابا المشكله هو انه كاينين بزاف ديال رشيد الشهبوني في المغرب. ومثلا انت جا عندك اي واحد كتعاونيه، كيفاش كتخدمي مع الناس اللي اثر فيك غادي تعاونيه؟
ولا اللي تلقى لك في الزنقه غادي تعاونيك؟ لا 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 ماشي بهذه الطريقه نخدموا، لا ماشي بهذه الطريقه. علما انه في الزنقه انا كنمشي شاعره، شاعره كنمشي نحضر امسيه شعريه، الجمهور عامر في القاعه جايب الدواسة ديالو، ما جايش يسمعني كشاعر، جاي اما بغى يدوز في قصه الناس واما بغى يدوز في الراديو. تنقول يا ودي اليوم راه جيت نقول الشعر ها العار حاجه اخرى، العار عندي زعما عندي شي حاجه وحده اخرى تنقولها. الصوره الاولى اللي شافوك استاذه على اساس انك هذا الشيء اللي كاين، شافوني كالمراه اللي تتفك المشاكل، ولكن ما كنخدموش زعما بهذه الارتجاليه وبهذا زعما اللي تلاقى معاه. اللي تلاقى مرحبا عطيني دوسي ديالو الزنقة، انت براسك عندك شي حد من عائلتك اجيب لي دوسي ديالو ندرس الدوسي. حنا راه كاين واحد الفريق صغير في البرنامج في الاذاعه كندرسوا الملفات كنديروا شويه التحقيق ديالنا باش من حيت كاين شي شويه الناس اللي كيستغلوا بحال هذا الاحسان والعطاء ديال الناس كندقوا المسائل. الحمد لله ما عمر ما قعدنا شي مشكل. هذا البرنامج انا فيه علين واحد سبع سنين، ماشي عاد سبع سنين انا كندير هذا العمل الاحساني الحمد لله. الله يتقبل. وملي كتدخلي الراديو كيكون جمهور كيتسناك، كريستيانو رونالدو داخل صافي صرفت 3 مليون المغاربه كتسمعنا في امثال. لا بصح كيتسناوك وفود ديال الجماهير باش يعطيوك ملفات حيت انت عزيزه عليهم. ودرنا شويه ديال التحريات. انا دابا غنخرج من عندكم من دابا دابا ما غنفطرش معكم، ولكن غندي فطوري معايا باش نفرقوا الصوم انا وهشام في الطريق، وخصني نمشي مباشره لشارع الجيش الملكي باش نطلع الامثال، حيت غنلقى علين 60 70 80 100 ديال الناس ماشي من كازا، من المغرب كامل كيتسناو. حنا في الحقيقه هذه فرصه باش نوجه المساج بقوه ما عندنا المشاكل في بلادنا، خص يكون محسنين ايضا كثار باش نديروا شي شويه ديال التوازن. حنا عندنا المشاكل بزاف ولكن الناس تدخل شويه وتنوجهوا النداء لنا زعما ما تنطلبوش الاحسان، غير كلشي خصو زعما واحد النهار يتعاوننا، واحد النهار الناس يعاوننا، واحد السياسيين ديالنا الفنانين ديالنا الفكاهين ديالنا كلشي خصو في الحقيقه يساهم، ماشي غير الناس ما كيبغيوش يفرطوا في المكتسبات في برنامج يعني في اطار الخير وهذا ما فيها باس. الكرش الجيعانه راه ما كتحسش بالكرش الشبعانه كما كيقولوا، خاصها تحس خاصنا شويه نتعاونوا مع بعضياتنا وعندك عندي وغاديه. البرنامج ديالك بعد المرات كتبدايه مع الوقت ولكن ما كيساليش مع الوقت. هذا ما تتقدرش حقيقه. زعما تحيه للحاج كمال الحلو المدير الاذاعه، كنقول انا البرنامج ديالي ما تحبسوا، انا تنسالي في 11 شونس تنسالي حتى جوج الليل وحده انا مخيال بحال ما عندي ولاد زعما بحال ما عندي دار بحال تنسى راسي انا واش تيكون هو اللي خاف لا بروغراماسيون نورمالمون تيكون هو زعما تيخليو ليا كان مسكين كان الزميل ديالي خالد نزار كيكون من بعد مني نزار يصبر عليك كان من بعد مني هو خوا ليا الجمعه كاع خوا ليا كاع عطا ليا تنبقى من الخمسه د العشيه في الايام العاديه وانا تنجمع الفلوس والتبرعات للناس حتى للثمانيه حتى تجي اخبار حتى تجي اخبار وانا تنهضر ماشي جالسه والراديو ماشي التلفازه الراديو الصوت راه دابا سكتي راه ما كاين والو ما كاين لا موسيقى ولا اغاني ولا شي حاجه ما واحد الخدمه الله سبحانه وتعالى الحمد لله عليها يعطيك الخير يخلصك عليها الحمد لله. انا ماشي تنهضر عليها زعما باش غير باش كنقول للناس زعما الجهد اللي كان في هذا مزيان الناس يعرفوا بغيت نعرفوا واحد الحاجه زعما شخصيه هي ولكن بغيت ولادك مثلا بناتك كيتو واش كيتشكاو من هذا الوقت ديالك اللي كتبقاي فيه بزاف على برا هما كيفاش كيشوفوك انت هكا ماشي كأم كبيرسوناج زعما كبيرسوناج بوبليك سولي إيناس إيناس ما كنعرفش نسولك ما عرفتش فين نلقاك دابا إيناس نجاوبك مزيان. أنا في الحقيقة قصة الناس خدات مني 3 سنين من عمري في الحقيقة 3 سنين من الاثنين حتى الخميس وأنا هنا هنا في هاد البلاصة هنا في هاد البلاصة كنت تعقل زعما 3 سنين وأنا هنايا بستنا السبت واحد اللي تنكون مع بناتي، الجمعة تنكون في الراديو، السبت واحد هو اللي تنكون مع بناتي، زعما الله يسمح لي من بنياتي ولكن كل ما كانش الوالدة معايا، كل ما كانش الوالد مسكين صابر معايا حتى هو كيضحي شي شوية، زعما كون الله يخليهم قصة الناس برنامج اللي لقى واحد الصدى طيب وكاع المغاربة كيعرفوه وعنده شعبية كبيرة وضخمة، ولكن واش كاع القصص ديال بصح؟ السؤال كلشي كيسولني ولكن كيسولوني الناس على برا انت ما خصكش تسولني هذا السؤال لا جوستومون باش نقربوا الجمهور من هذا الجواب هذا انت ولد هذا الدار وكتعرف انت من الاحسن تجاوبي انت لا شوف هذا السؤال انا نجاوب عليه في الحقيقه هذه كانت اول فرصه ديما انا في الحوارات ديالي كتكون في المكتوب دائما في الصحافه المكتوبه ولكن في التلفزيون ولا الناس بقوه ما تفاجؤوا وتخلعوا من القصص اللي كيدوزوا في قصه الناس تيقولوا واش هادشي بصح
انا في الاول كانت تطرح عليا السؤال في الشارع، واش هذاك الشيء اللي كيدوز بصح؟ كنت كنقول تبقى نشرح ليهم، ولكن تكرر بزاف هذا السؤال واش بصح. اكتشفت ان المغاربه ما تيقوش، ماشي ما تيقوش هاد الناس، ما تيقوش باللي المجتمع وقع فيها التحولات كلها، هاد الشيء كله فعلا. لان الطبقه اللي كانت عامله معنا في قصه الناس ما كتعاملش مع واحد الناس شويه، كانت عامله مع الطبقه الاجتماعيه واللي هي الكثيره في المغرب، اللي فعلا كتعبر على الواقع ديالها. في الاعلام المغربي عمر ما كان شي برنامج اللي تينزل عند الناس وتيهضر معاهم باللغه ديال الناس. انا تتعرفوا الدارجه ديالتي كنهبط مع الناس حتى الارض ارض، ماشي جو جو، ارض ارض، كنهضر معاهم بلغتهم، لا بغاو يهضروا بالشلحه، بغاو يهضروا بالعربيه باش ما بغاو يهضروا، انا تنتواصل مع الناس. وبالتالي داك الشيء بصح، داك الشيء بصح اللي تيوقع باش نشرح للناس. شي مره انت عاودتي لي القصه ديالك مثلا، عاودتي لي واحد القصه، صاحبك عارفك مزيان يقول لي هذاك راه كذب، خصوصا الا جبتيه في الهضره، خصوصا الا كان هو طرف في القصه، خصوصا العيالات اللي كيجيو يعاودوا على رجالهم، الراجل تيعيط لي تيقول لي تكذب، بطبيعه الحال غتكذب، حيت الا جبتو حتى هو غتقول لي مراته تيكذب، وبالتالي الا كنتي انت متضرر في القصه ديالي غادي تطعن في المصداقيه ديال القصه ديالي، هذا الشيء اللي تيوقع. اما القصص راه ما يمكنش، حنا كنخدموا في مؤسسه راه قناه هذه، راه ما يمكنش نكونوا حنا تراهنوا على الكذوب. يعني كاع القصص ديال بصح غير الزاويه اللي كتختلف وجهه النظر اللي كتختلف. كيديروا المونتاج في القصه ديالهم، كيمونطيوها قبل ما يجي فهمتي، تقدر يقول تيقول اللي بغى وتيخلي اللي بغى، وبالتالي انت المغاربه داروا ضروري كيزيدوا فيه شويه في الهضره. ولكن زعما شكرا على الجواب ديالك. قصص واقعيه، وعندنا واحد القصه واقعيه ديال انس يقين مع بلادي زينه اللي عاود علينا. تفضل انس. شكرا اسامه. دونك اليوم غادي نسافروا بكم لمدينه فشاون، المدينه الزرقاء اللي كاينه في شمال المغرب، وبالضبط في سفح جبل المكو وجبل القلعه في سلسله جبال الريف، واللي كاينه على علو 660 متر. دونك نشوفوا الروبورتاج ونرجعوا. أجيو تكتشفوا معنا المدينة الزرقاء شفشاون، واللي الاسم الأصلي ديالها الشاون. تأسست سنة 1471 على يد علي بن راشد لإيواء مسلمي الأندلس من بعد طردهم من طرف الإسبان. الشي اللي كيجعل مدينة شفشاون مكان محبب لجميع السياح اللي كيستمتعوا بجمال ألوانها والمآثر اللي فيها، ومن بينهم ساحة وطا الحمام واللي هي ساحة عمومية كتبلغ مساحتها 3000 متر، واللي تسمات في الأساس مقر لسوق أسبوعي، ودابا تغيرت وظيفتها أصبحت ساحة سياحية بامتياز، خصوصا أنها مزينة بنفورة مياه جميلة، وكيتواجد بها المسجد الأعظم والقصبة اللي كيتقام فيها العديد من المهرجانات اللي كتزيد من توافد السياح، وخصوصا في فصل الصيف. شحال من واحد كيجي هنا كيرتاح، هنا كيجبر غير حد يديرو، هنا ما كاين لا مشاكل، ما كاين بلاد مزيانه ترونكيل، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين اخو ملي كيجي هنا كيرتاح، كيجبر غير حد يديرو، كيتشن اقشور فهمتي، كيقعد في اقشور، كيجي فحالو عند الشاون، المهم كيرتاح مزيان. وإلا بغيتي تجي لمدينة شفشاون ما تضرب حساب مكان الإقامة، حيت كتوفر على العديد من الفنادق اللي كترضي ذوقك وحتى تجيبك. عندنا سبا فيها مساج، فيها حمام، كاين بان اوريونتال، وعندنا دي سوان منهم سوان دو فيزاج وسوان دو بي، وعندنا بيسين انتيريور شوفي. ايوا من بعد هاد الدويره الصغيره في مدينه شفشاون ما عليكم غير تمشيو وتكتشفوها. الاسم ديال شاون جا من لي كورن الكرون، هما بالشلحه هي الشاون، وشف شاون هي شوف الكرون، والكرون قصدوا بهم هما القمم الجبليه اللي دايرين بمدينه شفشاون. شفشاون معروفه بالمدينه القديمه ديالها وبالقصبه، ومعروفه بساحه وطا حمام اللي فيها المسجد الاعظم، وقريب من الساحه ديال وطا حمام كاين واحد المنزل ديال واحد السيد سميتو محمد حقون، ان ارتيست بانتر فوتوغراف، واللي معروف بزاف، واللي عنده لارشيف ديال شاون كامله. هاد السيد كاين الدار ديالو، تقدر ديروا اون فيزيت فيرتوال سوغ انترنيت للدار ديالو، كاين منبع راس الماء، كاين لو بارك ناسيونال ديال تلا سمطان،
كاينه غابه بو هاشم واللي عشت فيها وحده من اجمل التجارب، وانني كنت غادي كنتمشى فيها ولقيت دار مهجوره اون ميزون ابوندوني واللي دوزت فيها واحد الليله الا كانوا يقدروا يعطيونا الصوره. حدا دخلاتي ما والو هادي؟ لا بخير بخير، صافي كتولف صافي ما كتبقاش. حيت كاين الولف وكاين الولف على حسب. هي هادي دونك هي هذيك الدار اللي نعست فيها واحد الليله تمايا، دونك في غابه بو هاشم في لا ريجيون ديال شفشاوان. كاين كذلك اقشور، كاين مغاره توغوبيت، كاين شلالات شرافات. وفاش مشينا نصورو تما سمعنا على واحد السيد ومشينا ولقيناه، واحد السيد اللي ديما جالس في واحد البلاصه معلمه بالطباشير ديما جالس تما وكيطل على مدينة الشاون. مول الشاون الصورة ديالي هذا السيد هذا ديما مسكين فوالا ديما جالس تما ما عرفناش اش كيتسنى كل نهار كيبقى جالس. صورة الفيسبوك ديالي نتوما فاش كنتي كتفكر؟ فاش كنتي كتفكر؟ هادي شي 8 سنين هادي واقيلا كانوا عزيز عليا السطوحة وداك الشيء. لا عزيز عليا بلا تهاد القضية عزيز عليا السطوحة عزيز عليا الشاون بزاف وكنبغي نسلم على وسلم الجو. قال لكم عزيز عليا السطوحة، أنا جاني بحال واقيلا كانت لدي ذوك الزرابي من السطوحة حضي وحوايجكم طرابولات ولا شي حاجة. لا لا كنسلم على بعض لي زوندروا اللي زوينين بزاف في الشاون. كاين دار دارا، كاين دار الشاون، كاين اوتيل الشمس اللي فيه هشام ورشيد كنسلم عليهم اللي كيرحبوا بالواحد واخا ما عندوش كيعاونوا وكيطيبوا ليه الى اخره. تحيه للناس ديال الشاون تبارك الله عليكم. دونك نكمل انا في الفقره ديالي. هو اسمح لي شكرا الناس ديال الشاون سير. دونك الشاون معروف كذلك بالمهرجانات اللي كيداروا فيها، كاين مهرجان فيلم الطفل، كاين مهرجان التصوير. وفي نوفمبر 2010 في نوفمبر 2010 دخلات التراث الثقافي ديال اليونسكو. مدينه اللي معروفه كيفما كنعرفوا كاملين باللون الزرق ديال الديور وديال الحيوط ديالها، وهادشي علاش اختاريت كموضوع اليوم لو فواياج اي لا كروموثيرابي. دونك لا كروموثيرابي هي علم العلاج بالالوان. الالوان بالالوان هو الوحيد اللي ما يتوضرش هذا. بس نقول واحد الحاجه في حق هذا الناس غير قبل ما تبدا في الالوان وديك الشيء سي كو ديما كنلاحظ هذه القضيه فاش كنمشي للشاون. هما واحد المدينه اللي محافظين فيها الناس ايتو، ولكن ما عمرك ما كتحس بلو جوجمون في عينيهم عليك انت اللي مختلف عليهم ولا جاي مشي بلاصه اخرى ولا لابس ما عرفتش كيفاش لابس. ما عمر هذوك الناس ما كيحكموا عليك اترافيغ انت كيفاش داير ولا مختلف عليهم. اي جو تخوف سا قمه لوفيرتور. هذا هو الانفتاح بالنسبه لي. عندهم واحد الماء سبحان الله العظيم واخا تشرب ما عرفت شحال في النهار كتبقى تاكل بخير يعني. دونك نرجعوا للكروموثيرابي والالوان. دونك الالوان حاضر معنا في حياتنا في كل لحظه، ولكن واش عارفين التاثير ديالها على الجسم ديالنا وعلى الجانب النفسي والعقلي ديال الانسان؟ الالوان كتستعمل كعلاج، وهذا الشيء من قديم كساسوا في الطب الصيني، في الطب الهندي، في الطب الاغريقي، في الطب الفارسي كذلك، وباقين كيتستعملوا لدابا، وعندهم علاقه بلي شاكرا بالضبط. ولي شاكرا هما مراكز الطاقه في الجسم ديال الانسان، وهذا الشيء علاش كتسمى لا كروموثيرابي. بزاف ديال الخبراء والاطباء لقاو بلي الالوان كيوصلوا الطاقه ديال كيوصلوا واحد الطاقه للجسم ديال الانسان. هاد الطاقه تقدر تكون مهيجه كيف ما تقدر تكون مهدئه، وكيكون عندها واحد التاثير جسدي ونفسي بلا ما نكونوا واعيين بهذا الشيء. السفر كيخلي الانسان يتقرب من الطبيعه، والطبيعه هي اصل ومصدر الالوان. كيرتاح هاد الشيء علاش اللي كيخلي لان السفر الناس اللي كيسافروا كيرتاحوا بزاف وهما مسافرين، حيت علاش؟ حيت هما انهم محلولين على بزاف ديال الالوان اللي يقدروا يشوفوهم. وكاين واحد الطبيب معروف اللي معروف عند كاع الناس، فيلسوف كبير، بنو سينا هضر على طريقه العلاج بزاف، وهضر على الدور ديالها ولا الدور ديال الالوان في تشخيص حالات المرض، وكتب هذا الشيء في واحد الكتاب اللي من اشهر الكتب اللي كتباع في العالم واللي ترجم لبزاف ديال اللغات اللي سميتو قانون في الطب. وباش غير نقرب لكم شويه لهاد القضيه ديال لا كروموثيرابي، هو ان ابن سينا عطى واحد المثال، وان الانسان مثلا فاش كيتجرح ما مزيانش انه تكون قدامه شي حاجه حمراء ولا يكون لابس شي حاجه حمراء. علاش؟ كيزيد يتعصب،
كيزيد دير باله مع الجرحى وكيزيد ولا كانت الجرحى صغير هذا بنو سينا هذا بنو سينا اللي قال دونك هو اضرب هذا الشيء اكثر من احنا كاملين هذا المثال انه مهم ما نزياش واحد يجرح ويكون لابس الحمر لابس الحمر ولا كيشوف شي حاجه حمراء علاش اول حاجه هو ان الانسان كيزيد يدير باله مع هذيك الجرحى الا كان شي حاجه قريبه منها حمراء والدم كيولي كيخرج بالزربه كيخرج كثير في حين انه الا كانت قدامه شي حاجه زرقاء ولا كيشوف شي حاجه زرقاء هذاك اللون الزرق كيابيزي الانسان كيكالميه والدم ما كيبقاش يخرج بالزربه هذاك لي كورمون ديال الدم يعني رشيد يجرح وانتايا وكوتش لا تزرح ما عندكش حتى شي فوالا غيبقى 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 مرتاح وهذا الشيء علاش الناس اللي كيمشيو للشفشاون ومنهم انا هذيك المدينه كنبغيها بزاف كنمشي لها بزاف وبهذاك اللون ديال الازرق ان كاع الناس اللي كيمشيو لها كيحسوا بواحد الراحه تما بواحد راحه البال وهذيك المدينه خيرها كبير 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 عليا وان بسببها فانا عيطوا لي باش نشارك في واحد من اكبر المهرجانات ديال السفر في العالم واللي كاين في فرنسا وغتكون اول مشاركه للمغرب في هذاك المهرجان دونك غنشارك بواحد الدوكيومونتير اللي استخدمنا عليه انا واحد جوج فرنسيات انايس وكلمة اللي كانوا يقدروا يعطونا هذه الصوره فوالا هما هذو انايس وكلمة دونك غتكون عندي مشاركه في شهر 10 في فرنسا كاول مشاركه الندوات هالكتاب سيدي كتستعمل جاي البرنامج بروموسيون ديالك صافي ساعه قبل انس يقين واخا شكرا لك سيدي بالتوفيق حنا ندوزو الفازو ميد ان كوريا ولكن من بعد واحد الاستراحه نديرو فاصل ومن بعد نواصل مرحبا بكم من جديد في الجزء الثالث والاخير من طول الشهر الرمضاني اليومي والمباشر ساعه قبل الفطور دائما معنا كوتش حسنا معنا انس يقين رشيد رفيق فازو والفنانه والاعلاميه نهاد بن عقيده هي ضيفه الحلقه قبل الاشاره كنت نقول لكم غادي ندوزو عند فازو باش نكتشفوا شنو موجود لينا تفضلي فازو نتفضل اسامه بسم الله غادي نتفضل وبغيت نرجع بما ان انس اليوم هضر لنا على اليوم الزرق على اللون الزرق اللون الزرق اللي ديال الشفشاوني تو انا اول حاجه لاحظتها فاش وصلت لكوريا هي هذا اللون الزرق ديال هذه الكوميساريه الزوينه ما عمري ما شفت شي كوميساريه في نيونه انت دوزتي ثلاث ايام في كوريا وديجا اكتشفت شي كوميساريه هي اول حاجه اكتشفت الكوميساريه حيت لا ما كنتش فيها ولكن دخلت ليها حيت حسيت براسي بحال ترحبوا بك عندك شي مشكل كتشهد دخل للكوميساريه ماشي كدير لا عندك شي ميدو كيديروا لك بهدوء لا بهدوء شويه عليك اخويا ترونكيل هذه هي الكوميساريه اللي كنت دخلت ليها فاش عاد وصلت حيت كنت وحلت ما لقيتش فين انت دخلتي للكوميساريه دخلت ليها دخلت هي هذه اش درتي يا ياك ما خففت يديك على شي حاجه ولا هكا لا غير كنت فاش وحلت حاولت نتواصل مع الناس كان صعيب شويه فاش كنت باقي مخلوعه يلا حطني هذاك الطوبيس اللي جابني من المطار ما لقيتش لوطيل سولت جوج الناس شفت هذه وانا نقول هذه هي البلاصه اللي خصني ندخل ليها حيت صافي هذه دخلت رحبوا بيا وهذا وجلسي وحدي الساكادو كنت فريمون مرتاحه تشهد شد عندي قلت لي تشهد شد عندي واش كنت ايام تعلم لا لونغ دوزي قصه الناس قلت لهم راه ودينا كنهضر غير بالفرونسي والاسبانيول ما لقيتش في الكوميساريا اخويا انت تشوف ما كنهضرش بالكوريا ما كنهضرش بالكوريا وما كنهضرش بالانجليزي انا بنتي كتهضر بالكوريا صيفطوا بنتك وفازوا ان شاء الله ايناس شي معك بنتي ايناس شويه تعرف شي شويه كام سميدا ان يوسفيكس ماشي هي اكزاكتلي انت تصدق ايناس كتقول لي كام سميدا كنقول لها كام سميدا زوينين مربيين زوينين كام سميدا سلام ولا معرفش شكرا سلام يا سلام ويا شكرا يا سلام يا ميرسي انا يا سيو ياك اكزاكتومون كم هذه ضيعت بحال قلتي باي باي تقرب هذا الشعب هي كونيكتي هي في كوريا الله انا قريب داكشي باش كتكونيكت تشوف كنتي خصوصا شنو جاب شنو جاب كنسلموا عليهم الا كانوا كيتفرجوا كنسلموا عليها دونك فوالا دونك مشيت دخلت غيعيط لي البوليسي على شي بوليسيه في شي كوميساريه اخرى كتهضر بالاسبانيول عيطات لي هضرت معاها في التليفون كنت فرحانه كتقول لي اولا يعني شنو المشكل اللي عندك كنت شحال هذه يمكن ما هضرت بالاسبانيول ولا شي حاجه بحال هكا المهم كنت فرحانه بصح ديك المراه ما شفتهاش مي هما تيكون فرحان بالخدمه ديالهم الاخرين البوليسي راني عطات لي الكارتي فين نقدر نلقى اوتيل والبوليس يخرج معايا من الكوميساريه شد ليا الطاكسي وحل ليا الباب وعاوني في الساكادو فريمون هادشي كلشي تنقول
انكرويابل خويا رشيد انكرويابل. شنو البرودوي ديال اليوم فاز؟ البرودوي ما جبتوش من الكوميسارية الحمد لله الحمد لله ما جبتوش من الكوميسارية مي جبتو من واحد البلاصة أخرى هو هذا مفاجأة مفاجأة فوازي اكتشفوا معك سي كوا؟ دونك كما كتشوفوا سي اون سوغي سي اون سوغي ولكن الشكل ديالها فاش شفتها فاش كنت كنقلب على شي حاجه نشريها اول ما اللي تا لي انتباه ديالي هو الشكل ديالها لي كولور اي تو جاتني حسيت بها غتكون شي سوغي ديال شي حاجه اخرى دونك هادي سي اون سوغي سبيسيال ديال لي جيمر اللي عزيز عليهم لي جو بحال سمحوا لي خصني نشوف حيت انايا ما تنافسش بزاف لي جو دونك كاين اللي كتقدروا تلعبوا بها كاع لي جو دو تير بحال باتل فيلد ولا كول اوف ديوتي لي زوين فهاد لا سوري سي كو يمكن لك تحكم في لو بوا ديالها هادو تنقص منها شي بارتي يمكن لك تقلها يمكن لك تخففها هادو الا بغيتيها تكون بلوس ثقيله في التحرك ديالها كتزيد ليها هادو داني بحال ديال لون هاكي الا بغيتي تريني بهم من بعد ونخليهم كهنايا يمكن ليها عاوتاني هاد لا سوغي يمكن ليها تولي رقيقه بغيتي تقدر تجيبي لينا بدر هاري ما لقيتوش في كوريا يمكن ليها تولي صغيره ولا عريضه على حسب اليد باش تكون مرتاحه في اليد في لو جو كتربحوا بها بزاف ديال الوقت حيت بزاف لي راكورسين يمكن لكم ديروها في الكلافيي يمكن لكم ديروها غير من هنايا اون فيت بلا ما تمشيو حتى الكلافيي ديروا راكورسي وداكشي فيها 12 البوطون على خلاف لا سوغي العاديه فيها غير ثلاثه صافي دير فريمون كت لي جيمر اللي كيشوفوني دابا يقدروا هاي يعرفوا فريمون دو كوا يساجي اكثر مني حيت انا واخا هكاك ما كنفهمش بزاف فهاد هذا غير قلت نشري على هاد الناس حيت ربما غتعجبهم دونك فوالا هادو وشاركوا شكرا لك فازو غادي ندوزو دابا عند الفقره ديال كوتش حسنا باغي نتبدل شكرا اسامه اذا عنوان الفقره ديال اليوم الاعتقادات الشخصيه والقيم كيفاش كتاثر على حياتنا حنا جميع اكتسبنا مجموعه ديال الاعتقادات الشخصيه من المجتمع من التجربه ديالنا في الحياه من التجارب اللي فشلات واللي نجحات من الاشخاص اللي تاثرنا بهم وهذه الاعتقادات الشخصيه كتاثر على مدى نجاحنا ولا على فشلنا بلا ما نطول عليكم نشوفوا الروبورتاج اولا ونعود الحوار ديالنا بغيت نعرف منك شنو هما هي العوائق اللي لقيتيهم اللي منعوا بانك توصل لاهدافك السابقه كاين عوائق داخليه اللي كتهم الشخصيه ديال الشخص العوائق الخارجيه اللي كتهم لونتوراج والمحيط اللي داير به وما خاص بنادم يتبازى على ديك العوائق الخارجيه دونك ديما كيرجع للمشكل هي انا حاجه ثانيه هو انني في لاغاب اللي كاع اللي كنت مصنفهم في راسي ما كنتش كنظمهم كنت كنعتمد على واحد لاناليز الواحد اللي غايب كنقول شنو يقدر يطرا شنو يقدر يوقع من بعد وكنمشي فيه وشحال مره كنوقف في نص الطريق وكنفشل حاجه اخرى اللي بغيت نهضر عليها هو اغلبيه ديال لي جون في المغرب كما كنلاحظوا مؤخرا سي كو عايشين غير عايشين وما عارفينش علاش بنادم ما قادش يوصل لواحد الحاجه من حيت ما عارفش شنو هي ديك الحاجه خصك ضروري تعرف شنو هي ديك الحاجه انا وقعت لي شحال مره كنكون باغي ندير واحد الحاجه ما عارفهاش اذا المهدي شفنا البارح كيفاش تنزل الاحلام ديالك الارض الواقع وتخدم عليها على اساس انها اهداف اليوم غنكمل معاك المرحله الثانيه اللي غنشوفوا شنو هما التاثير ديال الاعتقادات الشخصيه على مدى نجاحك ووصولك لاهدافك خاص تعرف المهدي باللي خاصك تتفادى التحليل لمجرد التحليل الذكريات التجارب اللي فشلات ما تبقاش تحلهم لمجرد فقط
تحليل نقاش محاوله فهم، وانما الا بغيتي تفهم من التجارب اللي فشلات حاول تفهم شنو هو الدرس اللي تخاد، يعني هذا الفشل شنو تعلمت منه وفاش غادي يساعدني باش ننجح في المراحل المواليه. حاول تفهم شنو هي اعتقاداتك الشخصيه اللي كتعطل نجاحك. انا لاحظت من خلال الحديث ديالك كنتي بديتي واحد المشروع بيرسونيل شخصي ديال تنظيم الحفلات السهرات على طريقه غربيه، توقفتي لانك اصطدمتي باللي هذا البرنامج ديالك هذا المشروع ما كيتوالمش مع المجتمع المغربي. السؤال اللي كنطرحو عليك المهدي، فعاد ما توقف على اساس انه المشروع ما نجحش، علاش ما سولتيش كيفاش تجعل هذا المشروع مقبول ومطلوب من عند المغاربه؟ يعني يقدر يكون هذا بدايه استمراريه للمشروع ديالك ويقدر ينقدك في المواقف المقبله. النقطه المواليه اللي هي اهم وهي نقطه القيم. جميع الناس اللي كنواكب كنلاحظ بانه من اسباب الفشل المهني والاجتماعي هو انه كتكون بعض القيم الانسانيه ولا المهنيه ولا الاجتماعيه ناقصه. خاص تعرف اولا شنو هي القيم ديالك الاجتماعيه المهنيه الانسانيه، وتعرف بالنسبه للاهداف ديالك شنو هي القيم اللي خاصك تزيد تعززها وتوطدها. في نهايه المطاف المهدي انت محتاج الامبيلون دو بيرسوناليتي، يعني تعرف شخصيتك وتعرف القيم ديالك، تعرف بعمق شنو هما الاعتقادات الاخرى اللي ما عندناش الفرصه باش نتناقشوها، الاعتقادات الاخرى اللي يمكن هي كتسبب في فشل ديالك. ونعود الى اسامه. شكرا لك كوتش حسنة. اذا سيدي الزجاجي الزجاجي سنعود ونلاقي الشاب الوسيم حمزه الفيلالي مع فقره حمزه فينك. حمزه فينك قول لي يا حمزه فينك. صافا صافا ايتوا هذا تياتر. راه شفتكم حدا اليوم في راسك باغ شونس الحي اللي غنخدموا فيه جا حدا التياتر. هو اخبارك واحد القضيه باغ شونس حمزه باغ شونس كراسه ما قدروش كراسه باغ شونس باغ شونس اونتخ نو ساي صافي هذيك اسامه اغيت فوالا نتلاقاو نتلاقاو معاك باش سيدي العمر دابا شويه في منظر الدار نتلاقاو دابا شويه خويا وبغيت نغوميرسيك بزاف على راك تعاونني راك عزيز وبغيت نغوميرسي بزاف ناس القلعه باسكو فريمون والله ما قدونا الكراسه والله الا زدنا الكراسه وشكرا بزاف بزاف الناس ديال القلعه بالتوفيق تبارك الله عليك ميرسي اسامه راك عزيز شكرا انت انت يا عزيز على مالين الدار بزاف والله يلا قبولاتي تحياتي بسلامه وصلنا لنهايه الحلقه بغيت ندز الوقت معك نهاد من عقيده ساعه قليله الحلقه نمشي نديرو ساعتين قبل الفطور يا خويا علاش نهار يا حتى الجوج تجيك ساعتين نديروها من بعد المغرب حسن واقيلا لا ساعتين قبل السحور نديروها لا ما كنحسوش بالوقت في هذه الساعه ديرو ساعتين عندي لك ثلاث شهور قبل السحور شي برا عندي لك بعض الاسماء وتعطيني عليهم تعليق في كلمه وفقط في كلمه واحده نهاد بن عقيده مولود الساهل هو درع اليمين في ام اف ام تبارك الله عليك يعاونك بزاف بزاف ناهد رشاد ناهد رشاد هي الكوتش اللي بدات معايا ديبار ديال قصد تعلق الناس عليها في كلمه واحده سيده متبكنا ولكن ما كملتش معنا مع الاسف الوزير الحسين الوردي تنشكروا على الكرامه في حقيقه اللي عطى الناس ديال بويا عمر اخر اسم نهاد بن عقيده في كلمه واحده شنو هي اخر نهاد بن عقيده في كلمه واحده الحمد لله على كل حاجه عطاني ربي سبحانه وتعالى الحمد لله والشكر لله شكرا بزاف نهاد شكرا لكاع الاكيب شكرا للطاقم التقني والفني مبروك عواشركم تبارك الله عليك حتى هي طيبه نتلاقاو غدا ان شاء الله من هنا لغدا بيناتنا ساعه قبل الفطور